لكن في البدر الأكمل شدتني شراعي. السلام عليكم، معكم الفنان الشعبي خالد السعيدي. القرار اللي طلقينا خويا تصدمنا فيه بحال القرار الاول، قال القرار الاول بحال القرار الثاني، حيت ما علموناش حنا، كانوا يعلمونا على الاقل يقول لك واحد الشهر، حيت كاين الناس اللي عندهم وليدات كي اللي شراو الحول يقدروا كاع ما يشريوش هما كاع الحول، يخليوه حتى من بعد، يخليونا على هذا الحول حتى من بعد. كانوا يعلمونا بواحد الشهر، بحال كيدوز هذا شهر 8، حيت واخدين العرابن ديال الناس كي غتكظم خديتي العربون، كاين اللي شرى ماتريال، كاين اللي حيد بيه كريدي ديالو، كل واحد، كاين الدراري مزيرين معانا في الفرقه، كل واحد عطينا، كي غدير دابا كي غدير ترجع الناس؟ ما يمكنش، ما عندكش انت باش غترجع. حنا كنطلبوا من هنا من الملك اللي كنطلبوا منه يدخلنا في هاد الناس ديال الموسيقيين مساكن، راه كلاو العصا عام ونص وزدتهم عاوتاني، يلاه فرحتهم عاود طيحتهم الارض، حشومه هادشي حشومه الحكومه اللي دارت هادشي. يلاه الناس قالوا الحمد لله، والموسيقى راه ما كيضربش حسبها، ملي كيبدا خدام راه كيبقى يخسر بلا ما يحسب، راه باينه هاد. انتوما يلاه مسكين، يلاه بنادم دار شتي كاين اللي شرا الحولي ب 4000 درهم، كاين اللي شرا ب 3000 درهم، كيبغي يفرح وليداتو، يمكن اللي ما عندوش وليداتو يفرح والديه. في الاخر جا القرار اصدم كلشي، الناس مساكن تصدموا، صافي كلشي تصدم، وحتى الناس مساكن اللي عاطين الناس جايين من برا باش يفرحوا معانا، هما دابا مساكن جاو تما تصدموا. اذا راه تقريبا المغرب كلهم صدموا في هذا القرار، حيت حنا كنا كنسوا عندهم وكاين اللي هضر علينا، راه حنا غادي نوضوا من القرار ما يتنفذش، ما خصوش يتنفذ. ترامواي عامر، طوبيس عامر، الكمامه راه ما كايناش في ترامواي، البحر عامر واحد حدا واحد، الا جيتي للقاعه وتطلع عليها راه ما كتلقاش الناس، شكون اللي كيريح في الطبله؟ العائله، وهذوك العائلات راه كيدخلوا بعضياتهم، بعضياتهم كيمشيو شي كيمشي عند شي. علاش حنا هاد القرار؟ علاش القاعه بغيت نعرفوا حنا اش القرار؟ واش القاعه مالها جدات لكم؟ لا، هذه هي اللي كاينه، انسان كيدخل الحلفه ديالو هي اللي كاينه، انسان كبر بها وليداته، كبر بها والديه، كاين مع والديه كيعاونهم حتى هو مسكين في المصروف ديالو. دابا وقفات القضيه، ما قام ما يدير، ما كاين لا دعم لا والو، حتى الدعم ما كاينش. لا، داكشي اللي الانسان اللي كيشدو كيعطيه كريدي، عنده الكريدي عامونس، كي غيدير كتشد كتعطي. انسان اللي يسمعك خدمتي راه كيجي عندك خويا عطيني داكشي كنسالك، راه غتعطيه، ما يمكنش تقول لي لا، اشني وقفتي عليه راه عطاك، ما عندك كيدير. حنايا داك شهر 8 الله غنتنفسوا شويه باش غدخل راسك نتايا، ولا عنده وليدات خاص يخلص على المدرسه، ولا الله يحسن العوان، كي غيدير دابا عاوتاني عطي شيك اخر، عاطي انسان عاطي شيك قبل، فاش عاموس ويلاه قال زعما غادي نعطيهم واحد شيت الفلوس ويقري ولادو حتى هو، كي غيدير لهم دابا؟ غيضطر انسان غيحولو المخزن ما عنده ما يدير. كنطلبوا من الحكومه يعطيونا واحد المهله، على الاقل يعطيونا واحد الشهر، شهر يعلمونا فيه، وغتكون فيه الحمد لله شهر 8 كتكون فيه الخدمه، وتكون واحد الخدمه ديال شهر، ومن بعد بغا يسدو من هنا الراس العام ما عندناش مشكل، غنديروا حسابنا على حساب شهر، غتخدم شهر راه ما غتخسرش بزاف، غتخبي شويه باش تعيش شويه، هادشي اللي كاين. عثماني كيتعدى على الموسيقيين، كيبان لي الموسيقيين هما اللي كيبانوا لي الصراحه، انا راه واخا نتلاقى معاهم نقولها لي، علاش الموسيقى، علاش القاعات الافراح، علاش حبس كلشي، يكون حبسوا كلشي ما يبقاش فينا الحال، نقولوا اذا راه حبسوا على كلشي المغرب، وكيفاش تحبس قاعات الافراح بوحدهم؟ والناس اللي كيفرحوا الناس، تلقات الفرحة كيف الجوق راه كيفرح الناس، وكينسيهم الهموم ديالهم، كينسيهم بزاف الحوايج. هادشي اللي كنطلب من العثماني، هادشي العثماني تا هو كنطلب منه يحاول يرجع في القرار ديالو، هذا راه ماشي قرار اللي دار، وحاول يرجع وحاول يجي يعيش مع الناس، ماشي غتقول واحد القرار وانت ما عشتيش مع الناس، جي 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 تخطر لقاعة الافراح، شوف شحال من واحد خدام، شحال من العائلة، المصور، الكاميرا، الكافة، السرباي، الميناج، هذيك الميناج عندها 4 الدراري، الكاميرا عنده 3 الاولاد، كاين اللي ما مجوش عنده والديه، واش شحال من القاعه شحال كتهز؟ كتهز عائلات، وغادي تتشردوا من راه حشومه، وكنطلبوا من الله الله يهديه، هادشي اللي كنقولوا حنايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.